في مباراه الاتحاد والخليج دقيقه 9 بالضبط، جت الكوره للنويقي انصاب وطاح، واخر تقريبا يعني الخط الاخير لدفاع الخليج. من اللي اخذها من يوم طاح كذا ثبتها وجاء تمزق وطاح، اخذها كورنادو. لما اخذها اللاعب طاح وقف وطلعها برا وخلى الاطباء يجون يعالجونه بدل ما يركض وياخذ هجمه وهذا اللي احنا نتكلم عنه لما نقول ان الخصومه لها شرف لا يعرفها الا الفرسان. هنا الفروسيه في الخصومه هي مين بقضيه استغلال. انت في اللعبه هذه هذا خصمك، وفي الحياه كلها ان للخصومه شرف لا يعرفه الفرسان اللي ما يعرفون، ترى مو فرسان هذول ولا يعرفون الكره شيء، وعندهم الغايه بر الوسيله. لذلك في الدقيقه 9 اتمنى بعدين نشوفها اذا موجوده الشباب اعطونا اياها. طلعونا اياها على النويق هو اللي طلع غيروه، استلمها الرجل فجاه كذا العضله الخلفيه طاح اخذها، وكان يقدر يمررها الحمد الله ويقدر يمررها روما، وهو اخر واحد على دقيقه كم؟ 9. والله ويريح خلاص العب مباراتك وانت مرتاح. قسم بالله وقف رجعها يا شيخ، الواحد قاعد يقول يعني وش العظمه هذه، يعني وش خلينا نقول وش يعني هذه مروءه لما تشوف خصمك طايح وتتركه. هنا بصراحه درس كبير جدا، بعكس اللي يستغل مثل هذه الامور. هذه الكره سقوط، شفت استلمها هو، ترى هذه كره شفتها، ترى استلمها المفروض يكمل اللاعب، ما حد لمسها ولا شيء. اعطونا اياها كامله يا شباب اذا في الكره هذه. شوف استلمها، شوف طاح خلاص وقف، موقع مثالي يقدر ياخذها ويمشي خلاص، لانه اخر من اخر اللاعبين هذه. فبصراحه هذه انا اعتبرها لقطه الجوله هذه، انا احنا نقول هذا بالنسبه لي.